زي ما قلت لحضراتكم، فرض علينا هذا الأسبوع ملفات مشتعلة ومتصاعدة، وطبعا على رأسها الأزمة الفرنسية، الأزمة الطاحنة بسبب الإرهابيين المتواجدين في فرنسا. كان بداية هذه الأحداث شاب شيشاني كان لاجئ في فرنسا، قام بقتل وذبح مدرس كان عرض صور لتشارلي إيدو الرسام اللي كان أساء إلى الإسلام ونبي الإسلام من خلال بعض صوره. هذا أمر نرفضه تماما، نحن نحترم جميع الأديان، لكن ما يكونش رد الفعل الذبح والقتل، أمر طبيعي. يعني شخص أساء يحاكم ويحاسب بالقانون، لكن أنت تروح تذبح وتقتل، إحنا مش في غابة. فلما قام هذا الشاب بقتله وذبح هذا المدرس، انتفضت فرنسا برغم يعني معاناة فرنسا شديدة، إن كان في أزمة السترات الصفراء أو أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، لكن انتفضت فرنسا جامحة على بكرة أبيها تحيال أو بعد هذه الحادث. وده دفع ماكرون لإصدار تصريحات بيتحدث عن الإسلام السياسي والإسلام السلفي الدموي، ودي نقطة أعتقد رؤساء كثيرة من ضمنهم السيسي تحدث عنها وخطورة هؤلاء الإسلاميين على العالم. ولكن جاء رد الفعل أشد ضراوة من قبل إسلاميين العالم بمهاجمة ماكرون ومطالبة بقطع المنتجات أو البضائع الفرنسية في بلادهم. زاد الأمر سوءا أن خلال الساعات الماضية القليلة قام أحد الأشخاص وهو تونسي لاجئ باقتحام كنيسة نوتردام بنيس الفرنسية، وقام بذبح امرأة سبعينية، ذبحها ذبح كامل، قطع فصل الرأس عن الجسد، وأيضا قتل بالسكين امرأة أخرى وخادم الكنيسة. في حين أن أيضا في نفس اليوم رصدت الشرطة الفرنسية وجود مسلحين في أحد محطات المترو بيحاول عملية اغتيال عشوائي لأشخاص في المحطة، وأيضا شخص آخر كان بقرب من كنيسة فرنسية ماسك سكين وبيحاول أن هو يطعن أحد المتواجدين بالقرب من الكنيسة. طبعا الأمر خلال الساعات القادمة هيبقى متصاعد من قبل الإدارة الفرنسية بتجديد الإجراءات، ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر تعليمات مؤخرة بنزول الجيش الفرنسي لتأمين العاصمة وأيضا الكنائس المتواجدة هناك. طبعا الأحد القادم يوم هام جدا، لأنه يوم الزيارة للكنائس، وبالتالي ربما سيكون هناك اضطرابات، أو نتمنى لكن محتمل تكون هناك اضطرابات. لقراءة هذا المشهد معانا من قلب الحدث، من داخل قلب فرنسا العاصمة، عاصمة النور باريس، دكتور ويليام ويسا، طبعا الغني عن التعريف، وهو الكاتب والصحفي والمهتم بالشأن القبطي والشأن السياسي العام. مساء الخير يا دكتور ويليام. دكتور ويليام ويسا، مساء الخير يا استاذ فادي. مساء النور يا فندم، احنا بنرحب بحضرتك جدا في برنامج الحريه والحدث وايضا على قناه الحريه. اهلا بيك، اهلا بيك والدكتور رافض. مساء الخير، ازيك يا دكتور ويليام؟ وحشنا كتير جدا. الحمد لله يا دكتور، شكرا جزيلا. يعني الدكتور ويليام ويسا طبعا غني عن التعريف، قامه كبيره سواء من ناحيه انه اعلامي وكاتب وصحفي وموثق تاريخي، يعني احنا عرفنا كتير عن اللي حصل في أوقات مبارك وبالذات في أحداث الكشح 1 و2. شكرا جزيلا يا دكتور، فأهلا بحضرتك. طيب دكتور ويليام وحضرتك من قلب الحدث، عايزين نعرف منك قراءتك الجيدة لهذا المشهد، وأيضا نعلم منك جيدا حياديتك، وبالتالي عايزين نعرف إلى أين ستذهب فرنسا. هل ستذهب إلى الظلام تحت سطوة الإرهابيين، أم ستذهب إلى النور كمدينة النور تحت سلطة الإدارة الفرنسية بقيادة ماكرون؟ الحقيقة فرنسا لن تذهب إلى الظلام، يعني يكفي التذكير بأن الثورة الفرنسية يعني دخلت في مواجهة مع رجال الكنيسة ومع حاخامات اليهود، واستطاعت فرض العلمانية يعني سنة 1905 صدر قانون العلمانية في مصر، وقتها الإسلام لم يكن موجودا في فرنسا، وأعتقد أن لن يكون هناك استثناء. فرنسا سوف تكون نموذجا للعالم كله في مواجهة الإرهاب. صباح اليوم الرئيس ماكرون دعا لعقد مجلس الأمن القومي،
واستمر اجتماعه لعشر ساعات ولم تعلن قراراته حتى الآن، ولكن فقط وزير الداخلية أعلن طرد 14 من الراديكاليين صباح اليوم، وفي الأيام القادمة سيجري طرد عدد آخر. ده غير حملات الاعتقال اللي شمت حوالي 398 واحد بعد ذبح المدرس الفرنسي. هو تم القبض على عدد كبير، بس الذين قدموا للمحاكمة بعد الذبح سبع أفراد، منهم للأسف الشديد طفلين يعني أو مراهقين السن 14 و15 سنة، استطاع الإرهابي أنه يخدعهم. راح قدام المدرسة وأخرج من جيبه 300 يورو وقال لهم أنا عايزكم يعني تشيروا إلي من هو هذا المدرس، وانتظر ثلاث ساعات ثم خرج للأسف قالوا له هو ده المدرس، فهاجمه وقام بذبح. طبعا الموضوع ده وموضوع الهجوم على كنيسة نوتردام سيدة الصعود في نيس طبعا أثار شعور كبير بالاضطراب في فرنسا، لأنه في الهجوم الأول على المدرس ده هجوم على حرية التعبير، وفي الهجوم الثاني هجوم على حرية العقيدة. فأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تطورات كبيرة في مجال مواجهة الإرهاب. بس في نقطة مهمة جدا عايز أوضحها قبل ما نخش في هذه التفاصيل، هو أنه ماكرون لم يهاجم الإسلام. يا ريت، عشان في لغط، وهم بيدعوا ان هو كان ليه خطاب يوم 2 اكتوبر هاجم في الاسلام كسابقه للحادث، ثم الخطاب اللي او يعني عقب الحادث مقتل المدرس اللي هو يعني اهان الدين الاسلامي. هل الكلام ده صح؟ لا يا ماكرون، لم يقم باهانه الدين الاسلامي ولم يهاجم الاسلام. في الخطاب بتاع 2 اكتوبر قبل الثلاث عمليات الاخيره كان منتظر بسبب عمليات الضغوط اللي بيقوم بها السلفيين داخل فرنسا من التأثير على الفرنسيين المسلمين الشباب لدفعهم للانفصال عن المجتمع الفرنسي، يعني بدفعهم إلى رفض القوانين الفرنسية إذا ما تعارضت مع معتقداتهم الدينية. ماكرون في هذا الخطاب قال أننا نريد أن نرى في فرنسا إسلام النور، ده التعبير اللي استخدمه، إسلام النور. وقال أنني على ثقة من أن الفرنسيين المسلمين سوف يشاركون معنا في مواجهة التطرف الإسلامي. ماكرون لم يتحدث عن الإسلام ولم يهاجم الإسلام، تحدث عن الإسلام السياسي. فيما يتعلق بالخطاب الثاني في جنازة المدرس، بعد ما تحدث عن المدرس وعن تاريخه وعن يعني جملة شوية فسرت خطأ. لا يعني قال يا بروفيسور لن نتخلى عن حرية التعبير، لن نتخلى عن الكاريكاتير. هو المقصود ده هنا مش انه الكاريكاتير الخاص بنبي الاسلام، المقصود انه مش هتخلى عن حرية التعبير. وبعدين في فرنسا لا يستطيع أي رئيس جمهورية أن يتدخل فيما تنشره الصحف، يعني محظور تماما على رئيس الجمهورية أن يتدخل في موضوع حرية التعبير. فالحملة اللي وجهها ضد ماكرون بيقوم عليها رجل يشتاق أن يكون خليفة للمسلمين في العالم، وهو الرئيس التركي طيب أردوغان. الرئيس التركي طيب أردوغان بيحرض المسلمين داخل فرنسا وبيحرض المسلمين خارج فرنسا على القيام بعمليات إرهابية. وللأسف الشديد هناك بعض رجال الدين في مصر وخارجها يقومون بحملة ممنهجة ضد فرنسا وضد الرئيس ماكرون، وهم لم يقرأوا خطابه ولم يعني تتوفر لديهم معلومات حقيقية حول ما قاله ماكرون عن
الإسلام وعن المسلمين الفرنسيين. فطبعا يلقون الزيت على النار المشتعلة، وتصريحاتهم هي بمثابة تحريض على ارتكاب عمليات إرهابية يعني.